بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ في غفلة من هذا بل كنا ظالمين
لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لو إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت